Welcome to Tarsana's videos. To read all of our full articles and watch our videos, visit the website www.tarsana.net. And don't hesitate to write to us or comment on the subject. يتمتع لبنان بميزة جغرافية وحيدة في المشرق العربي، وهي تضاريس الجبال الوعرة والشاهقة. فسلسلة الجبال الغربية والشرقية والسهول المرتفعة تشكل من 70 إلى 80% من مساحة البلد. وتصل قمم لبنان كقمة القرن السوداء إلى أعلى من 3080 متراً. وما يعطي هذه الجبال حيثية خاصة إنها مأهولة بالسكان بالرغم من صعوبة مناخها وثلوجها السنوية. وستجدون كثيرا من القرى والبلدات على ارتفاعات تتخطى 1800 متر، لأن لبنان تحت ضغط ديموغرافي وكثافة سكانية كبيرة بسبب مساحته الصغيرة. فمن هو لبناني أو يعرف جيدا بلاد الأرز يدرك أن هذه الجغرافيا أعطت لبنان ميزة دفاعية استفاد منها على مدار التاريخ. لذلك لا يستغرب المتابع امتلاك القوات المسلحة اللبنانية جيشا ومقاومة وحدات قتال جبلي لاستغلال ما تقدمه البيئة الجبلية من ملاذ وسرية في التحرك وسهولة تمويه أو سرعة الحركة على الثلج. وأغلبية الجيوش الحديثة للدول الباردة تمتلك هذا النوع من الوحدات الخاصة الجبلية، وأشهرها هي أفواج الصيادين الألبيين نسبة لجبال الألب في فرنسا، وهي تعتبرها من أحسن قوات نخبة تملكها. طبعا هذا لا ينطبق على جيوش المنطقة العربية باستثناء لبنان والمغرب. أما اليمن فمناخه مختلف وجباله ليست مغطاة بالثلوج. أثارت الصور والتسجيلات التي بثها حزب الله لمناورات وتدريبات قوات القتال الجبلي دهشة المشاهدين وقلق لدى أركان الجيش الإسرائيلي، وذلك بتزامن مع نشر الجيش اللبناني مقاطع مماثلة لعناصره في إطار تكتيكي مشابه. وبما إني لا أؤمن بالصدف فذلك يعني أن هذه العروض لها فحوى وتبعث رسالة ذات مغزى. لكن ذهب بعض المعلقون إلى القول إن هذا النوع من التشكيلات العسكرية هو حديث العهد في المنطقة، وهذا تجاهل لتاريخ لبنان العسكري والجيش اللبناني. نشأت سرية القتال الجبلي بتاريخ 11/2/1998، وكانت مرتبطة بقيادة أركان الجيش للعمليات، إلى أن ألحقت بفوج المغاوير كسرية عضوية في نيسان 1999، وتم في اللاحق إنشاء سرية ثانية مماثلة، إلى أن تتحول هذه السرايا إلى كتيبة قتال جبلي بتكوين السرية الثالثة. هذه التشكيلات معروفة أكيد لدى الجيش ومخابرات الدولة العبرية، وهم لم يفاجأوا بالكشف عن هذه الوحدات، لكن بث هذه المقاطع بهذا التوقيت أي تزامنا مع الخطاب الردعي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أثار البلبلة والمناظرات في الإعلام الصهيوني. ما لفت أنظار المحللين الإسرائيليين هو أن المقاومة اللبنانية تحافظ عادة بحذر على سرية القوات الخاصة، فبالرغم من شهرة وحدة الرضوان الإسرائيليون لا زالوا لا يعرفون شيئا عنها غير أنها أوجعتهم كثيرا. ونفس الحال ينطبق أكثر على بعض وحدات النخبة كغطاسين القتال أو ما كان يسمى برجال الضفادع سابقا، والوحدات المجوقلة التي كانت تتسلل إلى فلسطين المحتلة بالأجنحة الشراعية أي مظلات البارابونت. كما قلت في أول حديثي، الطبيعة الجبلية تعطي لبنان ميزة دفاعية، لكن بما أن المناطق الجبلية هي تشكل الحدود الطبيعية أيضا،
فذلك يعطي المقاومة امتياز بالهجوم أيضا. تصوروا كم يسهل على هذه الوحدات أن تتسلل إلى مرتفعات الجليل في فلسطين عبر الجبال والتلال المشتركة، وتصوروا سرعة هذا التحرك بفضل الزلاجات ودراجات الثلج والأليات المتخصصة كالدراجات الرباعية أي الكواد. من الصعب أن تعرف المنهج التدريبي للوحدات الجبلية لحزب الله وهي منضوية ربما تحت قوة الرضوان أو تشكل فصيلا مستقلا آخر، لكن إذا استندنا إلى سرايا القتال الجبلي في فوج مغاوير الجيش اللبناني فنستطيع استنتاج نوع المهمات أو التدريبات والتخصصات التي يقوم بها عناصر السرية. يخضع عناصر سرية القتال الجبلي لدورات عدة وبصورة تدريجية، وهي دورة تأسيسية في التزلج العسكري مدتها 8 أسابيع، وتتضمن الدورة دروسا نظرية وتطبيقية في تقنيات التزلج والتزلج العسكري وطرق الانتقال والاحتماء على الثلج، الإخلاء الصحي، ممارسة الرمي في المناطق الثلجية والمرتفعات، التنشئة التكتيكية في دوريات الاستطلاع والكمائن، وإنشاء مراكز قتال في المناطق الثلجية. دورة تأسيسية في التسلق العسكري لمدة 5 أسابيع، وتتضمن دروسا عدة منها تقنيات التسلق، تقنيات الحيطة والأمان أثناء التسلق، العقد وأنواعها، تجهيز الممرات الجبلية وعبورها، طرق الانتقال في المناطق الجبلية الوعرة، عمليات الإخلاء الصحي من الجروف الصخرية. دورة آمر مجموعة جبلية وتمتد على مرحلتين شتوية وصيفية، كل منها نحو 3 أسابيع. دورة تكتيكية في القتال الجبلي الشتوي والصيفي، تعتبر هذه الدورة تدريبا إجماليا يشمل التقنيات الخاصة بالمناطق الجبلية والتي تدربت عليها السرية خلال الدورات التأسيسية وكيفية تطبيقها في عمليات تكتيكية في الجبال، وذلك خلال فصلي الشتاء والصيف. ومن طبيعة المهمات في الجبال تنفيذ كمائن للعدو وإغارة على بقع بعيدة لتدميرها، بالإضافة إلى الاستطلاع في العمق، المراقبة، تأمين الحماية والتغطية لعمل الوحدات الصديقة، ومراقبة المسالك والدهم. If you like this content, then support us by pressing the thumb button, share, and subscribe to the channel to be informed of new publications. And don't hesitate to write to us or comment on the subject.